السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعلبة ديت إن شاء الله هنعمل مع بعض سرية متنقلة ونتعلم إزاي بتتعمل وكمان استخداماتها ونقدر نقيس بيها إيه ونستفيد بيها إيه. دي علبة فاضية موجودة طبعًا في أي مكان بتاعة آيس بوكس أو علب ثلاجة. أول حاجة هنعملها إن إحنا علشان بس بكتر أو أي حاجة نظبط جزء زي ده، طبعًا بيجي من عند الكهربائي ثمنه تقريبًا 25 جنيه أو 20 جنيه الثلاث أجزاء دي بالجزء ده. كمان هنجيب لمبه تيرا فولت او اشاره فولت، ده وصلنا فيها سلكين، هيكون استخدامات ليها كتير وكويسه ونقدر نستفيد بيها ونستخدمها مع بعض ونشوف هنستفيد بيها ايه. كتير حاجات مهمه مش موجوده في الافوميتر، يعني في اجهزه قياس بيبقى مش موجود كده. اول حاجه زي الفتحه دي اللي هنعمل فيها الفولت، طبعا الفتحه على قدها بالظبط، نخليها كده. نبدا نربط طبعا خارج سلكين منها، بيوصل سلكين عادي. يبقى ليها قطعة تتربط منها بكل سهولة. دي طبعا بتقرا فولت، ممكن تجيب كمان بتقرا الفولت والامبير او الاثنين متجمعين في واحده، ممكن تجيب واحده للفولت وواحده للامبير، بس انا هكتفي بدي. كمان الدوايه، برضو الدوايه بتتربط لكن انا مش هربطها علشان المساحه بتاعتها، هخليها كده وممكن بس الزقها بشمع عشان تبقى ثابته، ممكن ما تتلزقش عادي. علشان تبقى ثابته. خلاص عملنا الدوايه والسلكين، نيجي بقى لتوصيلهم. احنا ممكن نضيف زرار اضاءه لكن انا مش هضيفه، مش عايز اكتر فيها وحاجات يعني كتيره ممكن ما يكونش ليها لازمه. الاول قبل ما نوصل، قبل ما نربط ده، هنوصلهم مع بعض. ازاي هنوصلهم؟ نخلي واحد 220 واحد خاص بالسيريال. هنقصر السلك شويه. طريقة توصيلها سهلة جدا، أي حد يقدر يعملها. دي هتبقى هنا بالشكل ده، هنخلي دي كهرباء 220، كهرباء 220 هنوصل الأول فيشة، دي بسلك فيشة طبعا عملنا حسابه برضو. ونديله زي الباك كده، او ممكن بلزق نلزقه برضه عشان لما يتشد معاه. قبل ما نركب قلنا 220، ال 220 دولت هتبقى الفيشه مباشر مع اشاره الفولت. كمان مع، مش هنعمل لمبه السيريا دلوقتي، مع طرف كمان علشان نوصل بيه كهرباء للسيريا. طرف واحد بس كده، وصلنا لاطراف ال 220 زي ما احنا شايفين، الاثنين بتوع اشاره الفولت والاثنين بتوع كهرباء مباشر وواحد للمبه السيريا بس هنوصله في الفيشه. تمام، نيجي كده نرتبهم. ممكن نعملها سريع بس احنا هنعملها سريع و220 بحيث ان احنا لو جربنا حاجه نقدر نشغلها برده على ال220. وده
زي ما احنا قلنا علشان يدي كهرباء في الجزء التالي اللي هي السريه. تمام. طيب لمبه السريه تبقى طرف بيوصل كهرباء مباشر، طرف بيوصل كهرباء مباشر هنوصله مع الطرف اللي احنا وصلناه في الكهرباء ده. تمام كده ال 220 يعتبر لو حطينا الفيشه شغاله ما فيهاش مشكله. طيب السيريا تنور امتى؟ السيريا تنور المفروض لو حطيناها كده، تمام، هيبقى وصل لها طرف واحد بس كهرباء. لو وصلناها يبقى وصل لها طرف واحد كهرباء كده خلاص اللمبه مش راكبه خالص كده، طرفين الكهرباء وفي طرف هنا واصل الكهرباء، محتاجين نوصل الطرف ده، هنوصله ازاي؟ واحد مع الطرف الثاني من اللمبه من الدوايه، واحد من الطرف يبقى اول حاجه للدوايه الطرف ده والطرف الثاني هنا. هنوضحها، وصلنا هنوضح بقى بشكل اكتر. ركبنا اشاره الفولت، ركبنا الدوايه، ده هيكون 220 كهرباء 220 مباشر، خارج منه سلكين الفيشه، خارج منه سلكين الفولت عشان نقرا الفولت بتاع ال 220، كمان خارج منه سلك كهرباء موصل للسيريا، ده سلك كهرباء. طيب السلك الثاني هنحط فيه ايه؟ هنحط فيه كهرباء برضو عشان يوصل كهرباء، بس لو حطينا فيه كهرباء على طول هيوصل 220، قبل ما نوصله نحط فيه كهرباء مباشر عشان ما يوصلش 220 انا اعديه من على اللمبه، اللمبه لما تكون شغاله بتعمل توصيل للسيريا، اما لو مش شغاله مش هيتوصل مش هيديني اي حاجه، او لو ما فيش كهرباء مش هيتوصل اي حاجه، برضو خلينا نربط الفيشه بتاعتنا عشان نجرب بشكل اوضح. بيجي طبعا معاها المسامير، وادي المسمار التاني. ان شاء الله تكون الصورة واضحة كده. المسمار الأول ممكن نحط وردة أفضل علشان لو راس المسمار صغيرة زي دوت. نبدأ نربط تاني، طبعا انا قطعت عملت سيحت سكينه كده او اي حاجه على قد العلامات وعلمتها بالظبط علشان ما نضيعش الوقت، لكن هي سهله. دي الفيشه اللي خارجه واصل معاها طرفين بتاع الفولت، هنخليها كده صح، واصل معاها طرفين بتوع الفولت وواصل معاها طرفين بتوع الفيشة نفسها واصلين هنا، واخدين منهم طرف على 220 بيتفكك. هنربط كل حاجة، الطرف على 220 والطرف الثاني جاي من ال 220 الثانية أو الفيشة الثانية الكوبس الثاني وواصل واحدة للمبة واللمبة على التالي. طيب نجرب كده، كده شغالة معانا 200 ال 220 اهي، خلي بالنا نعلمها
220 ودي تيست اللي هي جنب اللمبه. تمام. طيب عايزين نجرب 220 ونجرب السيريا. وصل الكهرباء دي برضو وصل الكهرباء. ركب لمبه، يفضل لمبه زي ديت، ما ينفعش طبعا اللمبه دي خالص. نجيب موتور علشان نشوف عليه السرعات وكل حاجه. نجيب كمان سلك نوصله على ال 220. بص لما نوصل المفروض الطرفين في بعض اللمبه تنور معانا، يعني كده في قفله، لكن مش هيحصل قفله معانا، بس اللمبه تنور معانا. عايزين نختبر، نختبر مثلا الموتور ده والسرعات بتاعته. بنوصل طرف في الكهرباء والطرف الثاني ماسكينه، طبعا في كليبس عازل بيبقى افضل، لكن احنا مجرد نجرب بس. دي معانا ثلاث سرعات ممكن نحدد منهم السرعه اللي احنا محتاجينها، ومعانا طبعا الارضي لازم نوصل للارضي او بجسم الموتور نفسه علشان نتاكد ان مفيش قفله. بص يا جماعه لما نوصل الطرفين ببعض دي معناها ايدي على الاخر قفله. طيب لما نوصل في الارضي مش هتدينا حاجه، مفيش كهرباء، يبقى مفيش تلامس في الاسلاك. لما نيجي نوصل بالازرق الموتور يشتغل والسيريا ضعيفة جدا. طيب لما نوصل الاحمر زي ما احنا شايفين شغالة بس ضعيفة جدا، كده شغال كويس. لما نوصل بالابيض اقل سرعة، طبعا احنا هنجيب لمبة اصغر من دي افضل علشان توضح، كل ما يكون فيها الواط اعلى. دي ايه فايدتها؟ فائدتها ان احنا بنقدر نحدد السرعات من حسب الاضاءه، كمان نقدر نقيس بيها حاجه لو حاجه موصله فيها قفله ولا اي حاجه مش هيحصل قفله معانا ولا اي حاجه. وزي ما احنا شايفين برضو الفولت وكل حاجه نقدر نختبر بيها ان شاء الله، هنشتغل بيها مع بعض. ال 220 طبعا دي بتشتغل كهرباء على طول مفيش مشكلة، عشان بعد ما نجرب نقدر نجرب 220. دي شكلها سريعا كده الوصلات. احنا جبنا فولت، ممكن نزود امبير او في اشارة بيكون فيها الفولت والامبير، وممكن نزود زرار نوصله من الفيشة يفتح ويقفل منه لو احنا مش بفيشة، طبعا انا عاملها بفيشة، ممكن انت تثبتها مباشر على طول. الاطراف كهرباء الاثنين اللي هم هنستخدمهم 220، الاثنين واصلين للفيشه، الاثنين الطرفين كل طرف واصل لجهاز الفولت، اشاره الفولت. اللمبه السيريا واحده من ال 220 واصله للسيريا، والثانيه واصله باللمبه الاول، يعني بدل ما نوصلها مباشر نعديها على هدوات اللمبه. طبعا فكره بسيطه خالص، نخلص دي هتبقى متنقله معانا، نحط اللمبه بتاعتنا. احنا طبعا لسه هنثبت الاسلاك وكل حاجه، تقدر تاخدها معاك في شغل بره في اي مكان وترجع تبقى هي دي السيريا بتاعتنا. وشكرا.